هيدي الصورة تسمح لك تاخد قرض. كيف؟ اسمها NFT. والNFTs أو الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال هي رموز مميزة مشفرة موجودة على البلوكتشين، تستخدم لتمثل أصل رقمي فريد من نوعه، يعني ما في أصل تاني بيحمل نفس الخصائص تاعي. هيدي الميزة الفريدة للNFTs تجعل هيدي الرموز نادرة وقيمة، وبالتالي يمكن استخدامها كضمان مقابل القروض بالكريبتو، وهي بتشتغل كالتالي: انت معك رمز NFT وبدك تروح تاخد قرض، بتروح على منصة اقراض بتدعم رموز NFTs وبتتقدم بطلب للحصول على قرض مقابل رمزك المميز. وهون المنصة بتقيم سعر NFT، وبمجرد الاتفاق على السعر بيقدم لك المقرض قرض بيتم اصداره عادة بعملات كريبتو مستقرة مثل USDT، وبيرهن NFT الخاصة فيه بعقد ذكي لحتى ترد الدين تاعك. وبمجرد انك تسد الدين بيلغي حجز NFT وبتعود ملكيته لألك. بس إذا ما رديت الدين يلي عليه، السمارت كونتراكت أوتوماتيكلي بينقل ملكية NFT للمقرض. هيدي هي أحد الطرق اللي فيك تستفيد من NFT تاعيتك. وإنت هل جربت قبل هلا تشتري NFTs من قبل ولا لا؟ شاركنا بالكومنت. ما تنسى تعملنا فولو على Financial Freedom Today.